معانا النهارده معانا مين؟ تتفضل مدام حنان من اسكندريه. ايوه يا فندم، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فندم، انا ست مسنه عندي 67 سنه والحاج عنده 75 سنه، واحنا الاثنين كنا بنشتغلوا في الجيش ولنا معاشاتنا يعني ومستورين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عندي ثلاث اولاد جوزتهم، ومنهم اثنين جابوا عربيتين وانا جبت له عربيه طيب وشقه تمليك لكل واحد وكل حاجه. طيب فالمهم انا بصرف عليهم بالنسبه للكبير ده، يعني مش لازم اقول الاسم طبعا، صرف يعني يعلم الله بيه ويعني واخاف من الله فيهم. فجت المهم مراته راحت طالبه مني مبلغ وقدره 20,000 جنيه، طيب وقالت لي حدهم لك شهر 5 و6، مش اللي فات ده، اللي قبليه. طيب فجيت عشان اخدهم منها وطلبتها بيهم، قالت لي جماعيه، قالت لي مش حدهم لك، خذيهم من ابنك. هي بتشتغل وليها ذمه ماليه طبعا، انا عارفه القران كويس. يعني هي معلش حضرتك، أيوة. هو هي اللي استلفتها منك ولا هي استلفتها باسم ابنك؟ لا، هي اخذتهم مني عشان تدفعهم للمدارس وقالت لي هسدهم لك. طيب يبقى هي اللي استلفتهم منك. هي اللي استلفتهم، فهو اصبح دين ابني عليها. واخد، ابني واخد كتير، بس انا ماليش دعوه بالمبالغ اللي هو، انا ما طلبتهاش بالمبالغ اللي ابني واخدها، طيب انا طلبتها سؤالك بقول. فين يا حاجه حنان؟ نعم، سؤال حضرتك فين يا حاجه حنان؟ سؤالي ايه؟ انا دلوقتي يعني اتزنقت، طلعت بابا الحج السنه دي وطلعته هو معايا الحج، فاتزنقت في مبلغ، فابني الكبير مسافر راح عاطيني المبلغ ده، فانا بقى يعني ان شاء الله هسده. سؤالي بقى محدد، اللي هو انا مش مسامحاها في المبلغ ده، مش مسامحاها، فبدعي عليها ليل ونهار دعاء، يعني استغفر الله العظيم، يعني حاول ربنا يجعله من حدها ومن نصيبها. زعلانه زعلانه، في حين انها السنين، هي متجوزه بقى لها 11 سنه، في حين السنين اللي فاتت دي كلها انا قايمه بالبيت. يا بس حاجه حنان، حاجه نعم حنان، انت نعم دلوقتي سؤالك هل دعاكي عليها حلال ولا حرام؟ طيب عايز اقول لك حاجه، يعني يا نعم ست حنان، نعم يعني انت مطلعه دلوقتي طلعتي ابنك الحج وكمان طلعتي زوج حضرتك الحج، يعني حضرتك مديتي ايدك كده اهو في حدود كده اهو عدد من المئات من الالاف، واحنا دلوقتي عندنا 20,000 جنيه مع مرات ابنك. انا شايف ان المساله، سيبك من مساله الفلوس، انت متكده منها، وانت عشان انت متكده منها ايه اللي حاصل؟ نفسك مش مسامحه، مع ان ال 20,000 في ظل المئات من الالاف اللي تم الحج بيها ما اظنهاش هتساوي كتير عندك، بس انت مش حباها وانت مش قادره تستحملي ان هي ما ادتلكيش الفلوس، خدت منك الفلوس وكانها ضحكت عليكي. طب هقول لك حاجه، ما تحاولي انت تهدي نفسك، لان احنا دلوقتي في سن ما يتحملش ان الواحد يفضل يقلب المواجع على نفسه. هي دلوقتي انت من حقك على فكره ان انت تدعي على اللي ظلمك، بس من حقك كمان ان انت تاخدي فرصة ان قلبك يبقى نقي وان انت تبقي في حالة صفاء مع الله فتسامحيها. انت بتسأليني دلوقتي هو انا ينفع ادعي عليها؟ لو هي ظلمتك بالوصف ده، الواحد له دعوة مستجابة على من ظلمه، بس هو السؤال هي ظلمتك ولا هي اتزنقت في الفلوس فمش قادرة تسدلك؟ ولذلك بما ان احنا ما بين الاتنين دول، أنا رأيي لو تسأليني إيه الأحسن؟ الأحسن إن أنت لو قادرة تسامحي في الفلوس دي سامحي، عايزة تطلبي في الفلوس دي طلبي، بس أنا مش شايف إن أنت تفضلي تشحني نفسك وتشغلي نفسك زي ما أنت، زي ما هو واضح كده بهذا الكم من المال اللي هو في الحقيقة ممكن يكون ما يساويش كل الإرهاق النفسي اللي أنت بترهقي نفسك فيه. الأمر الثاني ده فكرة المسامحة والتخفيف عن الناس، ده باب من أبواب فتح أبواب الجنة على مصراعيه. ليه؟ من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنا مدرك إن المسألة مش مسألة الفلوس، أنا مدرك إن المسألة بينكم هي مسألة العلاقة غير الطيبة اللي بينكم أنتوا الاتنين، فرأيي يعني فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لو قدرت تتجاوزي على ده خلاص،
وفي الاخر خلاص في الاخر خالص انا بكلمك بقى عشان انا اب زيك، انا بكلمك وبقول لك حضره النبي لو سالتيه هيقول لك ايه، حضره النبي صلى الله عليه وسلم لو سالتيه هيقول لك اه انت لو دعيتي ما عليكيش اثم، بس انت لو سمحتي انت نفسك هتطيب ويمكن العلاقه اللي بينكم تتغير، تحس ان انت حررتيها من اسر ومن خنقه، وفي الاخر خالص الفلوس دي اتصرفت على اولادك على احفادك على احبابك. فانت لو بتساليني لا مش هيبقى عليك يا حرام لو انك انت دعيت، بس الاحلى من كده هو ايه؟ انك تسامحي وانك انت تفرجي عن موسى او تطلبي، فدوت اللي انا شايفه احسن، ما تدعيش، طلبي بالفلوس، طلبي بقضاء الفلوس دي، او سامحي وربنا سبحانه وتعالى يخليك في خير وصحه وسلام يا رب العالمين.